كده من بداية الحلقة الفقرة دي هنتكلم معاكم فيها عن ازاي بيئة العمل تكون صحية. يمكن اغلبنا بيقضي تقريبا في شغله وقت اطول بكتير من اللي بنقضيه في بيتنا او مع صحابنا او مع اهلنا، وعشان كده هنلاقي ناس اوقات ممكن تسيب شغلها بسبب ان هي مش مرتاحة في الشغل، او زي ما بيقولوا كده الاتموسفير بتاع الشغل مش حاسة ان انا مبسوطة، عندي مدير مغلس عليا، عندي زميل ممكن يبقى مضايقني شويتين. فهل فعلا ممكن بيئة العمل تأثر علينا وتخلي حد يكمل في شغله او يسيب شغله؟ ازاي ممكن نتفادى ده، وازاي ممكن تكون علاقتنا سواء مع زمايلنا او مديرنا تبقى علاقة صحية وتقدر فعلا تخلينا ننتج بشكل افضل؟ عشان كده منورنا بقى النهارده في الاستوديو اسراء جاد استشاري التوظيف اللي اتكلمنا بقى عن كل ده وازاي بيئه العمل تكون صحيه. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. منورانا. ربنا يخليكي. ايه الاخبار يا اسراء؟ الحمد لله. كله كويس؟ كله حلو. طيب يعني هاخد كده ايه من كلام نوره، وعايز اعرف منك ازاي ممكن تكون بيئه العمل الصحيه مهم قوي كده. بس يعني اصلا بيئه العمل دي او بيئه العمل الصحيه مفهومها انه الموظف يخش المكان يخرج سليم جسديا ونفسيا. ده طبعا نسبي وعلى حسب المجال، حسب المكان اللي احنا شغالين فيه، على حسب طبيعه الشغل نفسه. ازاي تكون صحيه؟ ان انا على قد ما اقدر احافظ على صحه وجسم العامل اللي عندي او الموظف اللي عندي، ايا كان التايتل بتاعه ايه، يعني سواء بيشتغل بايده او بيشتغل بدماغه او بيشتغل باي حاجه، كل ده لازم يكون محمي نفسيا وجسديا. ازاي تكون صحيه؟ ان هو يعني اول حاجه اتفقنا واختلفنا على المجال، اهم حاجه انه يكون في لغه حوار بينه وبين المدير، انه يكون في سبل راحه، حاجات منطقيه ان انا اتحملها، ما انا احملش الموظف فوق طاقته وفي الاخر اقول ده هو المشكله عنده. اوقات بتكون المشكله عنده، مش هنكر، بس على الاقل اعمل اللي عليا ان انا اعمل بيئه عمل. الموضوع ده بيكون على الطرفين، بس في الاصل ان هو بيكون عند صاحب العمل، لان هو ده المفروض الليدر بتاع المكان او هو الشخص المتحكم في ده. طيب قولي لي يا اسراء، يعني في ناس ممكن تكمل في شغل ما تبقاش مرتاحه فيه قوي بس عشان المرتب بتاعه حلو، زي ما بنقول كده مرتب مجزي. هل المرتب لوحده كفيل انه يعيشني، مش هقول في بيئه صحيه، بس انه يخليني اكمل في شغل الجو بتاعه مش مرتاحة فيه نفسيا قوي، ولا هيجي وقت هطفش؟ بصي، الناس بتشتغل عشان تسع حاجات مش بس الفلوس، بس تسعة اهمهم. تسعة؟ ده انا كنت فاكرة عشان الفلوس بس. ايه هم التسعة؟ احنا بنعمل كل حاجة في حياتنا علشان تسع جوانب في حياتنا. منهم شكلنا الاجتماعي، منهم مستوى الثقافي، منهم الواجهة الاجتماعية او الهدف اللي انا عايزه اعمله، حاجه تانية ليها علاقه بالراحه الماديه، حد حابب مجال وحابب يشوف اخر المجال ده. يعني في جوانب كتيره جدا بتخلينا، او اسباب كتير جدا بتخلينا نشتغل. وعلى راسهم مرتب، هي ولا الموضوع المرتب ما بيجيش على راسهم؟ يعني هقول لك، هو قبل كده كان ممكن يكون الموضوع نسبي من شخص لشخص، لكن اعتقد ان احنا في الفتره دي كل العالم، مش في مصر بس او مش في الشرق الاوسط بس، كل العالم اهم حاجه دلوقتي ان احنا بنشتغل عشان الفلوس، لانه الظروف والموارد بدات تقل في العالم. فده طبيعي ان هو يكون الفلوس. في ناس بتتغاضى عن اي حاجه تانية، عن حياتها الشخصيه، عن حياتها العائليه مقابل الفلوس. في الاول الموضوع بيبقى شويه كويس، ان هو بيحس ان هو الحته دي لسه ما اشبعتش عنده، فبيقعد يحوش او ياخد فلوس من المكان ويستحمل يستحمل يستحمل، بعدين خلاص الفلوس تم اشباعها، بس باقي الحياه ما تمش اشباعها. بيتفاجئوا ان هم حياتهم الشخصيه انتهت. الفكره اسراء، في الفكره ان في بعض التجارب كده لبعض الاشخاص، يمكن اللي كمان حققوا نجاحات كبيره جدا، بيكونوا وصلوا مرحله معينه او مكانه معينه من في الشغل يعني، ومره واحده تلاقيه بيقول لك ايه، انا لو كنت استمريت في الشغل ده رغم النجاح ده كله كان زماني برضو زي ما انا، على الرغم ان هو كان ممكن بياخد مرتب كويس جدا، بس يقول لك انا لما عملت البيزنس الخاص بتاعي او عملت حاجه تانية منفصله او لما اشتغلت في شركه مختلفه لقيت نفسي. هل هنا لو جينا نقيم بين الحالتين، العامل المادي ولا العامل النفسي في بيئه العمل؟ الاثنين مهمين والاثنين لازم يمشوا مع بعض. لو قلنا واحده بس منهم بس اللي موجوده، انهي فيهم اللي ينجح؟ النفسي طبعا. طبعا النفسي، لاني ما شفتش حد اختار، يعني من خلال تجربتي الشخصيه او من خلال الكلاينتس اللي اشتغلنا معاهم من 2019، الناس اللي قالوا ان هم سابوا الفلوس ما كانوش عندهم ندم زي الناس اللي قالوا انا جريت ورا الفلوس ونسيت حياتي الشخصيه، لانه الحياه الشخصيه او النفسيه او الجسديه او الناس، في خلاص ناس تعبت مش قادرين يكملوا، الفلوس ما بقتش عارفه تعمل لهم حاجه، عياله كبروا خلاص، فهو ما بقاش شاف مراحلهم معاه، ما قضاش معاهم المناسبات اللي كان لازم يقضيه معاهم، حاجات خلاص ما تقدرش تعوضها. او في بيروح للدكتور النفسي.
طبعا يعني ده مش عيب طبعا، بس في منه اللي بيتعالج يعني اللي هو طبعا الاحتراق الوظيفي ده مرض مهم جدا وخطير جدا، واغلب الناس بقت تعاني من امراضه من اعراضه ومن اثاره كتيره جدا وهم مش حاسين. ايه بقى الاعراض اللي احنا الناس اللي بتنسى بسرعه بسبب ضغط الشغل او ده كلنا قولي كمان يا ما بتتكلميش علينا اكيد طبعا. لا خالص ولا عليا، احنا تمام احنا الثلاثه، اي حد غيرنا تمام. ان انا بنسى حاجات مهمه، حاجات ليها علاقه بالبيت، ليها علاقه بنفسي، ان في ناس بتنسى اوقات مناسبات مهمه، في ناس من كتر الضغط ما بقاش عارفين يناموا كويس، ما بيقدروش يفكروا، انتاجيتهم بدات تقل، مش احنا برضو خلاص الحمد لله لا الحمد لله ولا انا ولا فاروق ولا اي حد لا الحمد لله متالقين دايما ربنا يخليك يا اسراء اتفضل كملي. انه بيبدا يختلق احداث ما كانتش حقيقيه، ودي بقى مرحله متقدمه بقى. طبعا المرحلة المتقدمة جدا من الضغط. لسه شوية. لا دي لسه ما وصلنا الحمد لله. الطريق فاهم؟ العصبية الزايدة، مشاكل النوم، اضطرابات النوم، كل دي من الحاجات يعني مش عايزة اخضكم، بس دي تعتبر من المراحل الأولانية من ضغط الشغل. بعدين بنجي لنا ده ليفل 1 بالظبط. الليفل الثاني ان احنا بنبدأ في اكتئاب بمراحله. طبعا دي مش حتتنا ان احنا نتكلم فيها قوي، بس احنا لازم نكون عارفين انه في اكتئاب وفي حاجة أنا لازم ما عديهاش، او ليميت او خط كده لو انا عديته ابدا احس ان انا. طب بصي هنتفق مع بعض على اوكي حاجة. انا دلوقتي مثلا واحده بتعاني من الاعراض دي اوكي ازاي اعرف انه ده بسبب شغلي ولا بسبب مثلا حاجه في حياتي الشخصيه؟ لانه ممكن يعني بكلم بجد والله، بس انا واحده من الناس اللي الحمد لله مرتاحه في شغلي الحمد لله، بس عندي مثلا الحاجات دي، فهل ده اقدر اميزه انه ده بسبب الشغل او بسبب حياه اجتماعيه ولا لا؟ طبعا في اول مراحله ان ده بيكون مرتبط بفترات ضغط الشغل، غير كده لو الشغل مرتاح فانا مرتاحه، ممكن هنا اروح لكارير كوتش او لايف كوتش تساعدني في تحديد ده. لكن في المرحله اللي بعد كده لازم حد تخصص نفسي طبعا، ما فيهاش نقاش، او اي حد تاني يقدر يشخص حاجه غيره. يعني انا لو حسيت ان انا تعبانه ايام شغلي وايام الاجازه لا، ده يبقى ليه علاقه بالشغل؟ يا سبحان الله، ده الواحد ما مش شرط يكون الشغل نفسه، ممكن يكون الطريق وانت جايه مثلا مش من الشخصيات اللي بتحب المواصلات الطويله او الطرق الطويله، وانت ساكنه في مكان بعيد، ده ممكن يكون بيأثر عليكي، مش شرط يكون الشغل نفسه. أيوة لان الطريق يعتبر جوه بيئه العمل. يعني ده معانا. طيب اسراء، هل هنا المدير دوره ان هو يهيئ بيئه عمل يعني صحيه لكل الموظفين ولكل الناس زي بعضها، ولا بتختلف هنا الامور؟ هي المفروض بتختلف حسب طبيعه الشغل، يعني لو انا عندي حد بيشتغل بايده قدام مكنه غير لما يكون حد بيشتغل قدام لابتوب او كمبيوتر. طبعا ان انا لازم اهتم بالحد اللي عنده معدل خطا اكبر، يعني يعرض حياته لخطر، زي الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا ان في ناس كتيره في المصانع بسبب ضغوط الشغل وان هم بيشتغلوا اكتر من المرضيه فقدوا اعضاء من جسمهم بسبب ان هم ناموا وهو شغال مع مكنه او حاجه زي كده. ف هنا لازم يهتم بده اكتر من ده، ولكن في المطلق لازم يحافظ على الاثنين. طيب هل في دور على العامل ان هو يخلق بيئه صحيه جوه الشغل، ولا ده بيبقى دور المدير بس؟ لا طبعا زي ما قلت لك ان هو لازم يكونوا هما الاثنين مع بعض. العامل ان هما برضو في ناس كتيره بتبقى جايه لنا وعندهم مشاكل كبيره جدا مع مديرينهم، وفاكرين ان انا لما اغير المكان او اغير الكارير كله هبقى مبسوط. بس هو في الاخر بيتفاجئ ان المشكله عنده هو. ان هو بيسقط مشاكله الشخصيه على الشغل، مش عارف يوازن، هو مش عارف اصلا ياخد حقه ويقول لا. واي موظف او اي مكان، في اي حد شغال في اي مكان مش حاطط لنفسه حدوده هو بينتهك. وهو بيبقى هو السبب في الاول، فاحنا دورنا ان احنا بقى نوعي انت حدودك فين، وان انت ايه الحد المعين اللي ما ينفعش ان حد يتخطاه وهو بيتعامل معايا، سواء في مواعيدي، سواء اسلوب معين، او سواء اتيتيودي انا نفسي مع زمايلي، ما بقاش اروح اوقع الدنيا في بعض وفي الاخر اقول انا في مكان توكسيك. في بعض الناس ممكن يعني في بعض الوظائف ممكن بتختلق المشاكل بالظبط وتوقع الدنيا في بعضها. لا طبعا انا في دي مشكله برضو كبيره. طبعا انا في حاجه ثانيه عايز اسال عليها، في جمله كده دايما بتتقال اللي هو ايه، انت ابن الشركه. ويطحنوا الواحد عشان انا ابقى ابن الشركه، ازاي احط حدود هنا ان انا ابقى يعني عندي ولاء لشغلي وتمام، بس من غير ما انتهك، من غير ما اللي قدامي يبقى بيستغلني. اوكي السؤال ده حلو قوي. احنا برضو مره فاتت لو تفتكر اتكلمنا اللي هو ابن الشركه دي ما تتقالش ارجوكوا، عشان انت المره اللي فاتت كنت مصمم انها تتحط في السي في، مش عارفه انا ما قلتش الكلام ده. نورا اللي قال، قلنا اي حد قال بره احنا الثلاثه، فاحنا كلنا مع بعض يعني نفس المركب. لا بره احنا الثلاثه كده، انا مش بنسي الموضوع، انا باكد.
لا كده يا فاروق انت بتختلق مشاكل. لا لا خالص انا معاكي انا معاكي والله. لا لا بهزر. انه زي ما قلنا ان هو في ناس فعلا بتختلق المشاكل وكده، بس برضو انا لازم احمي نفسي من الناس دي، ان انا ما انسقش في اي مشاكل او في اي حوارات، او ان انا اخلي حد اسمح لحد ان هو ياخد من وقتي، او ان انا اقعد مثلا بعد مواعيد شغلي. انا اسفه لو الكلام هيضايق حد. لا خالص. اي حد من الناس اللي بتسمع، مش احنا، احنا قلنا بره عننا. انه مثلا في ناس كتير جدا بيجوا احنا تعبانين، احنا زعلانين، احنا مش قادرين، ليه؟ عشان انا شغال بعد المواعيد من غير اوفر تايم، فهو حتى ما فيش تقدير مادي. انت ابن الشركه، دي بتخلينا نستحمل بقى كل البلاوي دي، فهو لا، في الاخر انا لما بتعب والكيرف بتاعنا بناله بناله، وفي الاخر مع سن أيوة معين بنبدا نقل. هقول لك على حاجه اسراء، الشركه مش هتبقى عليا انا، مش هبقى ابنها. ماشي، احنا دلوقتي خلينا منطقيين. انا دلوقتي جه مديري قال لي انت مش هتمشي النهارده في ميعادك اللي هو مثلا وليكن الساعه 4، يعني اما تخلصي اللي وراكي او تخلصي الشغل عشان مثلا عندنا تسليم بكره، ابقى امشي. هل عندنا حد هنا هيجرؤ يقول لمديره لا انا معادي الساعه 4 فانا المفروض امشي الساعه 4، وخصوصا لو ده بيتكرر؟ لا، هو لو بيتكرر فهو مش طبيعي ان هو يقول لي كده، لكن لو مره مرتين ده طبيعي. مره مرتين تمام، بس لو بيتكرر؟ لا، لو بيتكرر مش طبيعي ان انا استحمل. أيوة، المفروض بقى ان انا ارد ازاي من غير ما اعمل عداوه ما بيني وما بين مديري؟ عادي جدا، انا خلصت مواعيدي، واحنا اي شغل هنقدر نعمله بكره الا في حالات الطوارئ طبعا. وقت الطوارئ لازم ان انا اخلاقيا ان انا اكمل شغلي قبل ما امشي، ولكن وانس ان هو خلاص الموضوع بدا اعتياد بقى، وان هو خلاص ده حق مكتسب ان انا اقعد بعد شغلي. الناس كتيره عن تجربه من عملاء كتير جدا لما كلمنا معاهم وقلنا لهم روحوا كلموا معاهم قولوا لهم احنا تعبنا، الناس بجد كانوا يعني بمنتهى الشياكه، احترموا جدا ده وبطلوا يعني. لانه بينه وبين نفسه عارف انه بياخد حق مش حقه. طب هنا بقى بمناسبة المديرين، طبعا في بعض المديرين طبعا يتشلوا على الراس طبعا، محترمين جدا وكويسين جدا وبيقدروا قد ايه الموظف اللي بيشتغل معاه بيتعب جدا في شغله، او اي حد بينجح له الـ 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 الشغلانه اللي هو فيها يعني. وفي البعض الاخر يمكن مهما الموظف يعمل له، مهما الدنيا تبقى كويسه، عمره ما هيقول له كلمه شكر، عمره ما هيقدر هو تعبان قد ايه، عمر ما هيشوف ان هو الراجل ده شايل جزء معين او عامل اللي عليه والزياده. ورغم كده برضو ما بيبقاش فيه، هقول لك حتى لو بالكلمه، ان هي ممكن فيها يعني بعض التقدير. يعني في ناس بتكون شايفه ان ده انا لما بعمل ده بعمل لنفسي هيبه، وبعمل لنفسي نظام، وبعمل لنفسي حاجه ان انا جامد جدا، وان انا بص شوف بيشتغل زي ما غير ما حتى كلمه شكر. بص خليني اقول لك على حاجه، خلينا نفكر بوجهه نظر المدير شويه. وانا لو دلوقتي مثلا جبت لك مج ده وقلت لك المجين دول زي بعض، ده ب 10 جنيه وده ب 10 جنيه، بس ده بيتحمل المايه الساقعه وبيتحمل المايه السخنه، ده بيتحمل المايه الساقعه بس او المايه العاديه بس، هتاخد انهي؟ الاثنين. اللي بياخد المايه الساقعه والساقعه يعني. اللي بياخد الاثنين. لا مش مجين يعني. ده كده فطنه قوي. لا مش كده. لا كده قلت لا بقى. لا المايه السخنه والمايه الساقعه. جايين نبوظها. كده جايين نبوظها الاسئله بتاعتها، فاهم؟ احنا بنعملها سوفت وير جديد، عارفه؟ هناخد المايه الجايه. جاي يرمي برضه الله واحد ليا وواحد نبوره. انت كريم قوي يا استاذ فاروق والله. شفت ازاي؟ فهو بالظبط ان انا لما بقول لنفسي ان انا مثلا انا موظف هنا بشتغل اكتر من حاجه ب 10 جنيه، وفي حد تاني بيعمل كل حاجه من دول ب 10 جنيه، فهو اللي قلل من نفسه قدام المدير. ده مبدئيا يعني المدير بيبقى شايف نفسه ان انا بتحكم، ان انا شفت اشتريت المج ده ارخص من ده، وبيبدا يتحكم من هنا. بس هنا ده المدير مش محترم، او المدير اللي عنده اصلا خلل نفسي، وده هتلاقيه كده مع كل في كل حياته، مش كونه مدير بس، ده هيبقى كده مع اولاده وكده مع حياته الشخصيه وكل ده. في ناس بتقول ان احنا بنعمل ده عشان نشجع، علشان لا لو حس انه الموظف لو حس ان هو عمل اللي عليه مش هيشتغل. ده مش صح، دي مدرسه يعني اثبتت فشلها من سنين. وده انذار كبير جدا انه يكون اصلا مدير نرجسي، وللاسف ده بقى مرض العصر ومنتشر جدا جدا، ويعني ممكن نتكلم فيه سنين مش بس في حلقه. بس برضه اسراء يعني عشان ما اجيبش كل اللوم على المسؤولين او الناس اللي هي المديره يعني عن اي شغل، ممكن برضه بعض الموظفين لو انت اديت لهم بعض الامتيازات او بعض الحاجات الزياده شويه لا ممكن يريحوا او ممكن يفهمها بصوره ثانيه. فازاي انا اعرف نفسيه اللي قدامي ده او اقراها؟ تمام. الموظفين عموما ثلاث انواع. في نوع لازم يتشجع، يعني لازم تشجعه على طول عشان يشتغل. تمام. بس هو بيعتمد على نفسه، هو بس انت بتشجعه وهو بيكمل. ايوه صح. وفي نوع لازم يتعاقب،
اصلا علشان يشتغل، وفي نوع هو بروتكتيف لوحده، هو بيشتغل بيطلع برودكت كده مع نفسه وهو قاعد. أيوة. فانا كمدير لازم ابقى عارف ايه هي انواع الموظفين اللي عندي، وكل واحد فيهم اعرف ايه المنهجيه اللي اتعامل معاه فيها. مين اللي يتشجع ومين اللي لازم ابقى بعاقبه، او مين اللي لازم اديله مهله علشان العقاب ده، ما هو العقاب ده مش هيجي من يوم وليله طبعا. أيوة. ان احنا بنبدا ندي انذار واحد اتنين، طب نبدا نحل مشاكله، طب نقعد معاه. الحوار بيحل مشاكل كتير جدا ما بين المدير والموظف اللي عنده، لانه بيقدر يحدد ايه هو نوع المدير سوري نوع الموظف اللي عنده، وبرده الموظف يعرف ايه هو نوع المدير اللي عنده عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض. من هنا هو هيقدر يتحكم ويشوف مين، وعشان كده هو مدير المفروض ان هو بيبقى اعلم بالناس، او بان هو بيحلل الناس بطريقه افضل من الموظف، لانه عنده سنين خبره اكتر، اشتغل في المكان قبلي، او هو صاحب المكان، فبطبيعه الشغل بطبيعه الحال ان هو يكون عنده خبره اكتر مني تخليه يقرا ده ويعرف يتعامل معاه. اوكي. طب قولي لي، هل المكان نفسه بتاع الشغل المفروض يبقى ليه مقاييس معينه علشان يبقى يعني يخلق بيئه صحيه؟ يعني مثلا في شركات بتلاقيهم عاملين مكان كده للترفيه، ناس ثانيه عامله مش عارفه جاردن وزرع وحاجات علشان تفصلي شويه، ناس عامله سرايق، يعني هل في مقاييس وهل هي حقيقيه في ارض الواقع؟ هي حقيقيه ان الترفيه اوقات في شغلانات بتبقى صعبه جدا، زي الكول سنتر يبدو ان هو سهل ولكنه من اصعب الشغلانات. وبدا يعني في بلاد مش بتاخد بشهاده اي حد اشتغل في الكول سنتر اكتر من 9 شهور، لان هو بيبداوا يحسوا بهلاوس من كتر ما هم السماعه على ودانهم. ودي غصب عنهم، يعني حاجة من كتر الضغط الضغط الضغط. يعني لو بتجربي تحطي هيدفون في ودانك مثلا او سماعة فترة طويلة بتحس انك انت مصدعة، فتخيلي ان هو 12 ساعة في اليوم مثلا حاطط السماعة دي في ودانه. فشغل زي ده اوقات بيحط لهم حاجات ترفيهية ان هو يفصل بيها، او كذا بريك بيقسم لهم البريك بسبب ده، فده متناسب مع طبيعة الشغل. لكن في اوقات شغل ممكن ان احنا نكون المكان مهيأ ان هو يكون ادمي، وان هو يكون فيه سبل راحة منطقية، لكن مش كل الاماكن نحط لهم سراير ومراجيح او كده. ده مش عملي لو هنتكلم من وجهه نظر عملي. او طب ايه اللي المفروض، ايه اللي ممكن تبقى حاجات بسيطه تقدر يعني اغلب الشركات تنفذها وفي نفس الوقت بتخلق بيئه صحيه؟ التهويه اهم حاجه طبعاً. في اي مكان التهويه، حتى كنا بننصح ده دايما للناس اللي بتبقى قاعده في البيت، ان هم بينسوا يعملوا ده. التهويه، الكراسي المريحه، اجهزه تساعدنا، طرق تواصل سريعه بيننا وبين بعض. يعني لازم نشتغل على الجنبين، جنب التعامل الانساني والتعامل مع الاجهزه والحاجات اللي حوالينا. لما بيبقى في صيانه لازم تحصل بسرعه، المكان يكون شويه احنا بنتسمع فيه، الاجهزات فيه واضحه، اللوائح بتاعته واضحه، كل ما كانت الامور دي واضحه والناس بتتكلم، بس بتتكلم علشان تحل او توضح حاجه، مش بتتكلموا لمجرد الكلام زي ما هو للاسف بقى منتشر. حياتنا كلها بقت ميتنجز مش عارفه ليه. اللي هو يعني هو في قاعده كده بتقول، وانا بصراحه من انصارها، يعني انه اي ميتنج اكتر من 10 دقائق فهو فشل، لانه احنا قاعدين ان انا المفروض في رساله وفي حد بيستقبلها وفي حد وشكرا بيقولها وشكرا ونروح. يعني المفروض انما ان احنا لازم نقعد ونتخانق ونشوف مين فينا الصح وفي داهيه الشغل، لا طبعا ده بقى اللي بيبدا يعني. بس اوقات بيبقى مثلا في ميتنج نقاشي، عايزين نطلع بافكار لواحد اتنين تلاته مثلا من اللي احنا فيه، او يعني حاجات زي كده، فاه ممكن تطول شويه، ولكن في العادي هو المفروض يبقى مده قصيره. بالظبط. بس الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي تعتبر حاجات في الاوبريشن نفسها، احنا بنشتغل فاحنا عادي ان احنا نقعد ونعمل برين ستورمنج ونقعد نتكلم مع بعض وناخد افكار، دي نقطه. لكن انا بتكلم في القرارات وفي تغيير اللوائح وفي الحاجات دي، لا. في امور لما بتطول زياده عن اللزوم بتنهك الطرفين على الفاضي. يعني تبقى الكلمه واضحه، الدنيا اسرع شويه وخلاص، شد خط. بالظبط كده، انت وصل لك المعلومه وانا فهمت الليله وخلاص. بالزبط. تمام كده. طيب قول لنا، يعني هل هنا عشان يبقى في بيئه عمل صحيه ومناسبه للموظفين، هل لازم هنا لما يكون العلاقه كويسه بين الموظفين داخل الشغل تكون برضو كويسه خارج الشغل، ولا ملهاش علاقه؟ ليها علاقه، انه طبعا العلاقه كويسه، بس اوقات من كتر ما احنا بنبقى اصحاب قوي 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 فاحنا بقى بناخد الشغل بالعشم الاخوي او العكس. ودي الشعرايه بقى اللي في الموضوع. بالظبط. ان انت ازاي هنا تعرف يعني كمدير، حتى ممكن بتلاقي مديرين برضو اصحاب بعض او اصحاب طبعاً. الموظفين عادي جدا، وبتلاقيهم في الاخر برضو هم بيفصلوا عن الحياه العمليه وهو نفسه بيفصل، وفي البعض مش بيعرف يعمل ده. قليل قوي اللي بيعرف يعمل ده دلوقتي للاسف، يعني التجارب اثبتت انه قليل جدا.
وفي شركات كبيرة جدا انهارت بسبب الحوار ده، انه احنا صحاب فانا مش هقدر اخد قرار في البيزنس بتاعي علشان صاحبي ما يزعلش مني، لا انا هعمل حاجة علشان احمي صاحبتي، فاروح مقع الدنيا في بعض فتحصل مشاكل، وفي الاخر كلنا احنا صحاب فاحنا مش عايزين نخسر بعض. واللي بيحصل في الاخر انه المكان بينهار وصداقتنا بتنهار. لازم ابقى واعي جدا لده وافصل بجد، يعني افصل بجد اللي هو كاننا شخصين، وده مش سهل ان هو يحصل، خاصة زي ما نورة قالت في الاول ان احنا بنقعد مع بعض في الشغل اكتر ما بنقعد مع اهالينا، اكتر ما بننام، اكتر ما بنقعد مع نفسنا على الاقل. فده مع الوقت بيبقى اكتر حاجه ممكن تدمر الانسان نفسه وعلاقاته كلها، لانه لازم يعرف انه في حاجه فرق اصلا بين زمايل الشغل وبين زمايلي انا وحياتي الشخصيه. ما ينفعش الاثنين يختلطوا ببعض، ممكن يكون صديق اثنين، لكن لما نكون كلنا كده مش بنمشي وبنتحرك غير مع بعض سواء في الشغل او في الحياه الشخصيه، ده بيدمر الانسان قبل اي حد. عارفة إسراء، افتكرت حاجة دلوقتي وأنا قاعدة، كنت في شغل قبل كده ومهما كان يحصل لي فيه من ضغط ومشاكل وضغط في حياتي وبتاع، كنت بدخل الشغل أنا مش عارفة كنت بعمل إيه بالظبط، يعني أنا مش فاكرة، بس كان في حد يقول لي، يعني بحس إنه فريق أنيميشن دخل عليا من كتر الحركة بلا بلا بلا، وأمشي وأتكلم وبتاع الحاجات دي كلها. ف هو من بعدها انتكست يعني، بس بغض النظر عن الموضوع، كنت عايزة اقول ان الحركه الزياده دي من اثار الضغط اصلا. بس عايزه اعرف منك، هل في شخص ممكن يبقى بيضفي بهجه وبيئه وطاقه ايجابيه على المكان ولا لا؟ طبعا، يعني الموظف سواء الموظف او المدير. طبعا طبعا، ودايما الشخص المرح بس من غير ما يكون بيجي على نفسه زياده، يعني ما يكونش هو منهار من جوه وبياكت لايك انه مفيش حاجه، ده اللي هنا المشكله. يعني لازم احط نفسي في اولوياتي، الموضوع هيبقى يعني نقدر نوزن الكفه شويه. الناس دي طبعا وجودها بيبقى جميل جدا، وفي ناس فعلا بتبقى جميله كده، هم جايين يعملوا بهجه ويشغلوا اغاني ويجيبوا زرع ويعملوا حاجات حلوه قوي في المكتب او في المكان. نجيب شوكولاتاي لزميلي بالظبط. لا بندلع بعض بالظبط، في دلع. لا ده لازم، هتدلعنا ادلعك بالظبط، مش هتدلعني مش هدلعك، الموضوع منتهي بالظبط. فهي ده بس اللي هنا، هو عشان ما ينهارش ما يحسش في وقت من الاوقات ان هو لو جه زعلان الناس بتبدا تلومه، لان احنا بناخد ده تاني حق مكتسب. حتى انه لو حد مبسوط على طول، ايه ده انت ليه زعلان النهارده، انت فيصعب عليه نفسه فينهار بقى. فلا يعني يبقى عنده بهجه طبعا دي حاجه كويسه، بس يكون فعلا من جواه، ما مش عمال على بطال عشان ده بيحرقه هو. اسف. شكرا يا اسراء. يا اسراء نورتينا، مضطرين ننهي الفقره. يا اسراء كلامك وجعنا. شكرا جدا ليك يا اسراء بجد والله، وافدتينا جدا كالعاده. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جدا، نورتينا يا اسراء. ميرسي قوي. اطلعنا؟ تفضلي، توكلي على الله. كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هينورنا المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا عن الاسراء بلا سبب. وطبعا اي حد عنده اي استفسار قانوني تقدروا تكلمونا خلال الفقره اللي جايه.